اليوم نحن نتحدث عن حالة أمنية اجتماعية، حالة تخص الأمن القومي العراقي أيضا. ما هي الأسباب بصفتكم كحقوقيين؟ مساء الخير وشكرا لاستضافتنا في هذا البرنامج المهم وهذا الموضوع المهم واللي هو موضوع حديث قديم. يعني احنا منذ سنوات عديدة من 2003 تحديدا شخصنا هذه المشكلة اللي أصبحت ظاهرة في العراق، مشكلة الاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال وفي النساء. كان التشريع العراقي يخلو تماما من نص قانوني بشأن أحكام هذه الجريمة. يعني كان لدينا فقط قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 69 ليس فيه أحكام للجريمة، وإنما فقط نص المادة 13 الذي ذكر بمناسبة تشخيص الاختصاص الشامل لهذا القانون ذكر الجرائم التي يشملها قانون العقوبات أينما تقع وكائن من كان من يرتكبها وكائن من كان المجنى عليه. وكان من ضمن ما ذكر في هذه المادة هي جريمة الاتجار بالبشر دون أن يذكر لا أحكام لهذه الجريمة ولا عقوباتها. فكان القضاة تلك الفترات يعني إلى حين تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 سنة 2012 كان إلى هذه الفترة القضاة يحكمون على هذه الجريمة إذا ما عرضت أمامهم بجرائم الخطف، جرائم البغاء، يعني جرائم الخطف إذا كانت الضحية مخطوفة، وجرائم قانون مكافحة البغاء إذا كانت من ألقي القبض عليها، وطبعا كانوا يعتبرون جنات وهم ضحايا، كانوا يلقون القبض عليهم مثلا في دور الدعارة، فكانوا يحكمون عليها وهي ضحية بموجب قانون مكافحة البغاء، وعلى من يتاجر بها بوصفه سمسار وأيضا بضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ولكن بقينا كنشطاء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني في إلحاح كبير جدا على الحكومة وعلى الجهات التشريعية لتشريع قانون للحد من هذه الجريمة التي أصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمع. أول جريمة اتجار بالبشر بعد 2003، طبعا ما قبل 2003 ما كان عندنا جرائم اتجار بالبشر للأمانة، كان العراق يخلو ولكن فقط كانت جرائم سياسية ما حدث في كردستان وغيرها. بعد 2003 أول جريمة اتجار بالبشر بالضبط بعد يعني الاحتلال أنشئ سوق سمي سوق عكاظ في بغداد، وبيعت أول طفلة في هذا السوق بعمر 15 سنة، بيعت من قبل والدها بمبلغ $500 من اشتراها جندي أمريكي. طيب هذه كانت صدمة. نعم كانت صدمة كبيرة جدا. دكتورة عندنا وما لقينا يعني في القانون ما يغطي هذه الجريمة.